يعني انا مستغرب صراحه، اول حدا في طول كرم بشوف لابس كمامه لهلا، يعني غريب في شيء غلط. يعني في فيروس كورونا، مآمن انه في فيروس ولا والله يا زلمه يا ولد ما في ناس بلوك، فيش وين الكورونا وين كورونا وينها؟ كيف تجاوب الخليل يا زلمه؟ العال العال احلى ناس واقدع ناس الخليل. اه والله عجقه اليوم سلام الله، اليوم مليان على الاخر. شباب انتم من جنين؟ ايوه احلى بلد جنين يا زلمه. في معانا مجموعه من الكلمات الفلسطينيه الغريبه والحلوه في لهجتنا الفلسطينيه، بدي اسالك عنها. توزو او توز ايش يعني؟ توزو شو؟ توزو بلشنا بالغلط هسه احنا بعدين يا زلمه. هي توز فعل يعني توز الاشي، يعني امشي لقدام او ضلك مكمل عليه. توز فيها يعني؟ اه لا امشي فيها. لا زكو زبطه. لما حدا يحكي لك توزو للاشي شو يعني؟ يعني اتفضل توز المايك امسك. توزو يعني امسك اي لهجه هيك على ما اظن انها من قرى جنين. في معنا كلمه ثانيه بدي اياك تحذر معناها. طيس ترجم. طيس طيس بالسين. طيس شو يعني؟ يعني ثاني شو هي بهيم. طيس بالطقس بالطقس. اه الطقس الجوي طيس اشي من المعنى طيس يعني اشي كبير او زياده عن فوق اشي. طيس طيس تيس هذا بيحكوا يعني واحد حمور. يعني حبطرش. حبطرش شو يعني حبطرش؟ كتير يعني. شو يعني طيس؟ حبطرش. شو يعني حبطرش؟ طيس يعني طيس يعني إشي كتير. حلو إشي كتير، هاي الكلمة مشهورة بالجنوب والأكثر بغزة بس معروف في الخليل. شو يعني سرطومة؟ سرطومة مهبولة. ممكن أستعيد صديقك؟ مجنونة. لا سرطومة سرطومة إشي صغير يعني. لا صرح الحج صرح. سرطومة سرطومة يعني بتوقع إنها حامضة كتير. أحسن سرطومة حامضة كتير. شايفين كيف بدهم بالعتائي هلأ وقت إيش؟ تركيز. التركيز بدي إياكي هلأ تحكي لي ثلاث مرات بسرعة كم نكرين دروس ينحصر ليجن شو؟ يعني عربي يا دوب دوب خلفنا بالروسي بالإنجليزي هاي؟ لا هاي لهجة فلسطينية بحت. كم نكرين دروس في نصر ليجن؟ شو؟ كم نكرين دروس في نصر ليجن؟ كم بريكين؟ كم نكرين؟ آه أندر ستيشن؟ أندر إيج أندر إيج ستيشن؟ شو اللغة يا رجل؟ كم نكريت روس في نصر ليجن؟ كم نكريت روس في نصر ليجن؟ صعب يا بعرف انها صعبه. يلا كومن كرين رون ارسجين درسين. كومن كرين دروسين استر ليجن. كومن كرين استر ايوه يشن ستيشن. كومن كرين دروسين استر ليجن. طيب شو معناها هاي؟ كومن 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 شو كومن يعني كومن 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 يعني كومن يعني اومو كومو يعني كومن كومن ايش ايه؟ كومن كرين والله بعد صباح الخير معلم. هلا اجت المي عنده. معناها انه روحوا ادرسوا اذهبوا للدراسه والا. هلا بدي اياك تحكي لي ثلاث مرات بسرعه شعفني شان جيت شوم. شعفني شان جيت شوم شو هي؟ شعفني شان جيت شوم. شعفني شان شو معرفني كمان مره. شعفني شان جيت شوم. شعفني شان جيت شوم. هاي صعبة. يلا بدك تحكي شعفني تكشيت شوم. شعفني شافي فون. شعفني شافي فون. شعفني شعفي شوف شو؟ شعفني شعفي شوف. شعفني شان جيت شوم. شعفني شان جيت شوم. شو معناها؟ وقعني وشعفني على الأرض. آه بالضبط. زكني ولا ضربني وجيت على وجهي وتشومت. تشومت جيت يوم واحد. شو في عندك أنت هلأ كلمات فلسطينية هيك غريبة؟ بتعرف لي معنى كلمة نجاج. إيش؟ نجاج يعني زي دجاج بس بالنون. هاي بتعرف طابون الزبل على الزمانات كانوا يعملوا طابون زبل. آه كان في سقف الطابون من فوق هيك يعشش إشي زي السواد وصير ينزل شوي شوي. طيب ونبوت الأربعين شو يعني؟ هات لك نبوت 40 من تلاكة من صلاة. هاي الام 16 والكليشن تاعت زمان. حلو شو مسوي فيها؟ هذه للطوشات كانت فيش ضارب بتخلى منها. شو يعني ميبرة؟ ميبرة؟ الإبرة اللي بخيطوا فيها الشوالات. كيف حيلك؟ بس كيف حالك حلوة؟ كيف حالك بس؟ كيف حالك مميز يا زلمة؟ يا زلمة كيف حالك يا زلمة؟ كيف حالك يا زلمة؟ بقدر أحكي لك امسك كمل برنامج يسعد مثل الجمهور.